الأخبار على الحياة فم. العاشرة ليلا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. ضرورة المحافظة على أملاك الدولة، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير أملاك الدولة وشؤون العقارية. بن قردان إحباط محاولة تهريب ما يناهز 4 طن من المواد الغذائية المدعمة. برنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين، محاور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية برئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. النهضة تؤكد أن انتخابات 17 ديسمبر القادم هي مظهر من مظاهر الأزمة، وتصريح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال قمة الفرنكوفونية منافيا ومعاديا للديمقراطية. وفي العالم، بريطانيا تسجل دخول عدد مهاجرين قياسيا خلال هذه السنة. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الصحي، حيث أكدت مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة أحلام مجزازة اليوم الخميس 24 نوفمبر الجاري بأن تونس سجلت 96 حالة تم الإشعار بها أصيبت بجرثومة الشيغالا، مضيفة أن الوزارة انطلقت في بحث ميداني لرفع العينات من الأغذية والمياه للتثبت من مصادر الجرثومة. ورجحت المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء عن وجود حالات أخرى لم يتم الإشعار حولها، لافتة إلى أن الوزارة أوصت مخابر التحليل بالإشعار بالحالات المسجلة، لا سيما وأن المرض يعتبر مرضا ذا إبلاغ إجباري. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر اليوم الخميس 24 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتناول اللقاء الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع إهمال هذه الأملاك وحتى يستفيد منها أبناء الشعب التونسي وخاصة في إطار الشركات الأهلية. كما أعرب عن ذلك عديد المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. أكثر التفاصيل في التسجيل التالي. دعوتك سيد الوزير للحديث عن أملاك الدولة بوجه عام، وعن الأوضاع العقارية بوجه خاص. وتونس لا تاريخ طويل في مجال القانون العقاري، ولكن للأسف كان القانون العقاري كما تعلم بالتأكيد الذي وضع سنة 85 و800 ألف وضع لتمكين المعمرين من الأراضي التونسية في إطار الاستعمار. وكانت هناك أيضا، وأنت رجل القانون، كتابات حول القانون العقاري التونسي، ومنها كتاب مطلع الدراري في توجيه النظر الشرعي على القانون العقاري للشيخ السنوسي، ووضعت عديد القوانين. هناك مشروع المتعلق بأملاك الدولة وبالأملاك الوطنية، وحتى النقاش الذي حصل في نهاية السنوات 80 كان يتعلق بطبيعة هذه العقارات. ولكن اليوم آن الأوان لوضع حد لعديد التجاوزات في عدد من المناطق، خاصة بالنسبة إلى من كانوا متنفذين ولا يزالون إلى حد اليوم يريدون الاستيلاء على هذه الأراضي الدولية بحكم القوانين الموجودة، ويتعللون بوجود نصوص قانونية أو بعقود تم إبرامها تحت جنح الظلام منذ سنوات طويلة. أملاك الدولة هي أملاك الشعب التونسي. وفي سياق آخر، اعتبرت حركة النهضة في بيان لها بأن الانتخابات التشريعية في 17 من ديسمبر القادمة هي مظهر من مظاهر الأزمة وجزء منها، ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين وفق نص البيان. ولأجل ذلك قطعتها حركة النهضة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها، كما ما يتعامل معها المواطنين والمواطنات بلا مبالاة كاملة وفق نص البيان الصادر عن حركة النهضة. وذكرت الحركة بأن البلاد تشهد منذ ما أسمته
انقلاب 25 من جويلية الماضي، تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد والقيادات السياسية وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب. ونددت الحركة بكل هذه المظالم وتجدد ثباتها على موقف التصدي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المواطنين والمعارضين وسائل الإعلام، كما رفضت استهداف القضاء والضغط على مساعيها ومساعي توظيفه. ورفضت الحركة ما ورد في تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، واعتبرته منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب والحكم الفردي المتسلط في تونس. وفي ذات السياق، اعتبرت حركة النهضة هذا التصريح تدخلا في الشأن التونسي ومعاد لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية. وذكرت ماكرون بأن احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي. استقبل مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، وتم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف مجالات التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، لا سيما برنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين. كما تطرق أيضا إلى أهمية إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية وملائمتها مع وضعية المهاجرين الوافدين إلى تونس بهدف تيسير اندماجهم. تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببنغردان من ضبط شاحنة تحمل ترقيم تونسي متجه إلى أحد المناطق الحدودية في الجنوب الشرقية محملة بمادة ما يعرف بفتورة الزيتون، حيث تشكك أعوان الدورية في محتوى حمولة الشاحنة، وبخضاعها إلى تفتيش تم العثور تحت المادة المذكورة على كمية هامة من المواد الغذائية المدعمة، وقد تم حجز 1512 كيلوغرام من مادة المقرونة و1500 كيلوغرام من مادة السميد و852 من مادة الكسكسي، وتم تحرير محضر حجز في الغرض لمحاولة تصدي خلسة لبضاعة محجرة، وبلغت الكمية الجملية المواد الغذائية المدعمة 3864 كيلوغراما. أما في العالم، سجلت بريطانيا عدد مهاجرين قياسيا بما يقدر ب 500 ألف شخص، معظمهم من خارج الاتحاد الأوروبي، في فترة يتعافى فيها العالم من تداعيات تفشي كوفيد 19 ويواجه انعكاسات الحرب في أوكرانيا بحسب ما ذكره المكتب الوطني البريطاني للأحصائيات. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ضرورة المحافظة على أملاك الدولة محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. بنغردان إحباط محاولة تهريب كمية ما يناهز 4 طن من المواد الغذائية المدعمة. برنامج التعلم مدى الحياة والتغطية الاجتماعية لطالبي اللجوء من المهاجرين محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي برئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. النهضة تؤكد بأن انتخابات 17 من ديسمبر القادم هي مظهر من مظاهر الأزمة، وتصريح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال القمة الفرنكوفونية منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية. وبريطانيا تسجل دخول عدد مهاجرين قياسي خلال السنة الحالية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.